فهي مش مسألة مجرد فهم لقضية أو مشكلة أو آلية، يعني في عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية بتؤدي أو سياسية في فترات معينة بتؤدي إلى إن حاجة ممكن تكون كامنة بتنفجر، وإن حاجة انفجرت بتخبو. ولكن لابد من الفهم يا دكتور إسماعيل، يعني لا أستطيع أن أتعامل مع أي ظاهرة كبرى بدون العكوف على تكويناتها. صحيح في عنف ديني في الهند، لازم أفهم يعني إيه السيخ، إيه المذهب ده، ومتى كان يثور ومتى يهدأ. ده الدور، الخطوة الأولى. تاني خطوة إن نشوف كيف يتم التعامل بين باكستان والهند مثلا، ومن ثم أفغانستان علشان القاعدة إلى آخره. فلا يتصور شخص أو حكومة ما إنها قادرة وحدها على التعامل مع ظاهرة العنف الديني، لا تستطيع، لأنها بتنسرب. وإذا ولذلك مثلا فشل الأمريكيون في حربهم في أفغانستان، حتى الآن هم فاشلين، وفي العراق أيضا على نحو كبير، في حين أن الأوروبيين لم يفشلوا هذا الفشل في المنطقة العربية. ليه؟ لأن أوروبا، وهي دول كانت استعمارية في القرن 19، كان عندها جهاز معرفي اللي احنا بنسميه دلوقتي الاستشراق. أنا مش موافق على الكلمة، إنما يعني في علماء قاعدين بيدرسوا الحاجات، بيقولوا ده بيتعمل ازاي وده يتعمل ازاي، فبيطولوا مدة البقاء لحد ما الشعوب بتسرع. الأمريكان ما عندهم آلة معرفية كبيرة في الجامعات الأمريكية، إنما ما عندهمش نفس الخبرة ولا المعرفة الأوروبية بهذه مسألة الديانات عموما. فهو بيدخل في العراق وفي ذهنه صدام حسين، وعارف ان المسلمين هم سنة وشيعة، وعارف ان في عرب وفي اكراد، معرفة سطحية. ما يعرفش ان الشيعة هي مذاهب كثيرة، ما يعرفش ان السنة ليهم تاريخ سلطوي، وهم جماعة يعني مقارنة بالنسيج العام محدودة في العراق. هذه الخبرة في التعامل، الفهم الأوروبي أعلى من الفهم الأمريكي، ولذلك بتلاقي أمريكا الأمرين حاليا في أفغانستان. بس جزء من هذا يعني المقارنة مع أوروبا أن أدوات الاتصال وغيرها من الوسائل والانفتاح العالمي اللي موجود النهاردة هيخلي الشعوب تثور بقدر أسرع جدا على أي مستعمر دخيل عما كان في القرن 19 وأوائل القرن 20. ده من ناحية. من ناحية تانية طبعا في ظهور تجربة المقاتلين الجريلاز، إنهم ممكن عدد صغير من المقاتلين يوقفوا عمل جيش جرار في شتى أنحاء العالم، وتجارب دهيان من التجربة الصينية إلى الفيتنامية إلى غيرها من التجارب. مسرحية الفرس بتحكي في الزمن اليوناني عن 300 واحد اليونيس والسبارتا إنما يعني أيا كانت القصة، ففي طبعا فترات مختلفة في التاريخ بتحتاج إلى فترات معينة. إنما يعني أنا وافقك في أهمية أن الواحد يفكر تفكير عميق في هذه القضايا المقلقة. صحيح. وعلى أي حال أنا عارف أن آرائك أثارت ناس كثيرين، وكل اللي أقدر أقوله أن أنت مجتهد، والمجتهد له سهمين إن أصاب وله سهم إن أخطأ. فأيا كانت الظروف بندعو المشاهدين أنهم يقرأوا الكتاب ويصلوا الى استنتاجاتهم. وانا بقول قدام المشاهدين ان جايز اكون غلطان طبعا، وجايز تكون غلطان، انما اهو اجتهاد، واجتهاد هام في موضوع هام جدا. ويمكن موضوع طبعا هو موضوع الساعه في العالم كله. فمره اخرى شكرا لك يا دكتور يوسف زيدان على
هذه الزيارة في صالون القاهرة. شكرا لك على مجهوداتك، وشكرا لك على أسلوبك الجميل في الكتابة. شكرا لكم جميعا لمشاركتنا في هذه الحلقة من صالون القاهرة.